لقد بذلنا جهدنا يا مولاي، لكنهم كانوا أسرع وأقوى منا. ألا تخجل من قولي هذا في حضرتي؟ أسرع وأقوى؟ يا لك من قائد. لكنها الحقيقة المرة يا مولاي. ويحك، مجموعة من اللصوص تملك أمر راحتنا؟ إنهم يلقون مساعدة الناس، ولولا ذلك لأمسكنا بهم منذ زمن. كأننا نحارب بلادا بأكملها. حفلة من اللصوص تفعل هذا؟ لكنهم ليسوا كذلك. أنت تعرف أنهم ما عادوا يغيرون إلا على أهداف معينة، فكسبوا بذلك حب الناس وجروهم إلى الانخراط في صفوفهم. والعمل؟ نطلب العون من مولانا المنجد. ويحك، أتريدني أن أعترف له بعجزي؟ لا، لن أفعل هذا وبي رمق من حياة. ما العمل إذن؟ اضرب بيد من حديد، انشر جواسيسك في كل مكان، أعطهم المكافآت، وزع عليهم الأموال، اقبض على كل صاحب فعل مشبوه، رغب الناس وأرعبهم حتى نعرف مكان هذه العصبة وقادتها فنجهز عليها. أمر مولاي. لقد طلبتني يا مولاي. لعلك لا تعلم أن كركلا قد هرب. هل وصلك الخبر؟ لا يا مولاي. لا؟ لا. حسنا، سأصدقه. فلتعلم إذن أنه قد أعلن العصيان تابعا هواه الذي سيقوده إلى الخراب، بعد أن رفعنا من شأنه حتى ظن أننا عاجزون عن تأديبه. ولتعلم إذن أنني لن أتوانى عن تأديب كل خائن، وأن لا شيء يفوتني حتى لو وقع على بعد مسيرة 10 أيام من قلعتي. سأطارده حتى أمسك به. أما أهله وبيته فلن أجازيهم أو أحاسبهم بما جنت يداه، لكنني سأرفع حمايتي عنهم. وهناك من أعداء كركلا من ينتظر مثل هذه الفرصة كي ينتقم، فلا أظن أن الجميع يحبونه كما تفعل أنت. أنا؟ لا يا مولاي لا، فأنا مجرد محارب، وقد كنت أحد مساعديه ولا شيء أكثر من هذا، فإذا شئت بحثت عنه وأتيتك به. زال وما زال. أحجية مفهومة. لابد أن نترك المكان فورا يا مولاي، حقا إنه أمر محزن ولكن لابد منه. كنت أفكر بذلك، فالمنجد عازم على العثور علي.
سأخرج من الديار عند مساء اليوم. سليت كيف؟ أذاب في الأرض؟ لم نترك مكاناً إلا وفتشناه يا مولاي. لا تنم إذن، لا تنم، هيا. إن هذا الليل البهيم يغري بخروج الخونة. لا تعانقني يا مولاي، فسوف آتي معك. ماذا؟ ليس عندي ولد ولا أهل، فلما أبقى؟ دعني أكن يدك اليمنى، فهو غاية ما أطمح. بوركت، بوركت أيها الرجل الشجاع. هيا بنا. دعني أرى الطريق.
مولاتي. إنني أشم رائحة غريبة. أصار المجرمين رائحة؟ اصمت. رأيت شيئا؟ لا يا مولاي. إذن هيا بنا دقائق ونكون خارج الديار. هيا هيا. توقفوا يا رجال. اذهب يا مولاي أسرع. لن أدعك لهم. اسرع يا مولاي أسرع. ألن تخلعي هذا اللباس؟ كليتا، لقد مللت هذه الحياة. إنني لا أريد شيئا، أريد أن أنعم بالراحة والطمأنينة فقط. لقد تعبت، تعبت يا كليتا، أريد أن أعيش بقية حياتي بهدوء. لا أخاف أحدا ولا أخشى شيئا. أنت مصرة على السكوت كما تريدين، ولكن أرجوك يا كليتا، أرجوك لا تصري على الهرب. من شدة حبي لك وتعلقي بك لن أدعك بغير حرس. كوني مطمئنة يا كليتا. وبعد يا صليت. اصمت يا رجل اصمت. هيا. كيف هرب من يدك؟ كيف؟ كان الظلام شديدا يا مولاي، وكان معه رجاله. اعدك بان لا تعدي بشيء، واغرب عن وجهي قبل ان اقتلك. هيا. Thank you.
هل لي بالجلوس؟ لم تعد هذه البلاد بلادنا التي عرفناها. كل شيء قد تغير. إلا حبي لأساكا. جئت أطمئن عليك وحسب. لا تخشي شيئا، فأنا أسجن نفسي بين جدران أربعة وأشتر حزنا يفتت فؤادي، ولا شيء آخر. افتح باب سجنك، بمقدورك أن تفعل ذلك، فهناك في الخارج من يحبك. أجل، سأفعل، ولكن لا لأحيا بل لأنتقم، ففي الانتقام وحده يكمن شفائي. ولكن هذا لن يفيدك بشيء، لن يعيد الحياة لمن فقدتها، إنك تضيع حياتك. لقد فقدت حياتي منذ فقدتها، وليس لدي ما أخسره. تأجر سريرك الجديد وأنت ما زلت حديث العهد بعروسك. يأجرني النوم. فخرجت ترى القمر. قرص من دم ونجوم لا تحد كالأولاد الكثيرين حول رجل شديد المراس والخوف. لكنني لا أراهم حولك. ألم تتزوج من أجل ذلك؟ إنك الآن أكثر وحدة وخوفا. اسكتي يا صوت البوم، اسكتي. حزن فارغ هذا الذي تظهرينه. تجلسين هنا تنتظرين قاتل زوجك كل ليلة، ثم بعد ذلك تدعين الحزن والوفاء. أي كذب وخداع. لماذا لا تجيبينها؟ هيا هيا اخلعي عنك هذا الزيف واظهري على حقيقتك. مخادعة مراوغة لا كرامة لها. لو كنت مكانك لفضلت الموت على أن أكون عند قاتل زوجي. ومن يريد ذلك لن يعدم الوسيلة. فلا تكن حجتك بعض حراس يقفون على بابك.
من هم هؤلاء؟ ما عدت أدري أين أنا. هل وقعت في الأسر؟ ادخل. مولاتي، ماذا وراءك؟ لقد أعادت السكينة والتفاحة وما زالت نائمة. تريدين شيئا آخر مولاتي؟ انتظر، اقترب. لقد أثبتت لي من الولاء ما يجعلني أفكر في منحك مكافأة عظيمة. لن أنسى فضلك يا مولاتي. لكنني أريدك لمهمة أكبر هذه المرة. وسأكون عند حسن ظنك يا مولاتي. اسمعني جيدا إذن. أين هو؟ هناك. هذا أنت سافو؟ أهلا بك في بلادي. بلادك؟ نعم، إنها بلادي. ولكن ما الذي أتى بك؟ هل ضللت الطريق؟ ما كنت أظن أنك ستسخر مني. أفألاقيك بالفرحة إذن وأنت عدوي؟ أنت على حق، إن الصدف تخدمنا هذه الأيام، والغلبة لمن يربح أخيرا. مرة أخرى أنت على حق. أحس جيدا. أمر مولاي. هيا. الحارس، اذهب فاخبر سيدك أو دعني أذهب إليه. لا يا مولاتي، لن أدعك تذهبين. اذهب أنت إذن. ولا هذه، لأنك قد تهربين. لا، ما عدت أريد ذلك الآن، فليس هناك من فر. ماذا في الأمر يا مولاي؟ لي ذكريات كثيرة في هذا المكان يا منذر،
إنه فخر كبير لي، دعني أنا للمزيد منه. كيف يا منذر؟ أن أرافقك إلى الجبال. لقد بعثت إليك بالكثير من الرجال وبقيت أنا. أولا يكفيك كل هذا يا منذر؟ إنك تقوم بعمل عظيم ومشرف وأنت هنا، لذا لابد أن تبقى هنا عينا ساهرة، أذنا تسمع، وعقلا يفهم، وقلبا مؤمنا بالحق والعدل. أنا حريص على نيل رضاك، لذا سأمكث. دعني أذهب إذن. إلى الجبال مباشرة؟ لا، فهناك أمر لا بد منه. فلأذهب معك يا مولاي؟ هذا نعم. سأغير ملابسي. ما زلت تفضلين الصمت؟ لقد جئت وأطمئن عليك. كيف حالك يا كليتا؟ وكيف يمكن أن يكون حال السجين؟ انحلت عقدة لسانك أخيرا. وهل نفعني السكوت؟ اسمع، لقد مللت سجني. لست سجينة يا كليتا، وهذا الذي يقف أمام بابي هذا حارس وحسب، يسهر على أمنك وتأمرينه فيطيع. لو أمرته الآن بالابتعاد عن وجهي. بشرط أن تثبت لي حسن نيتك. كيف أفعل هذا وأنا سجينة هذه الغرفة؟ قلت لك لست كذلك. فهل أخرج؟ خرجي. اترك لها الخيط، ولكن لا تدعه يفلت من يدك. هيا مولاي. إنني أتألم أيها الحارس، ألا تفكون قيدي؟ ابعث في طلب مولاك، فلي حديث معه. لا فائدة. أيكون هذا هو سافه؟ أم أن الحمى جعلتني أتخيل ذلك؟ فهنا لا تسود إلا أخلاق اللصوص. تتردد أيها الرجل. أخاف العقاب يا مولاتي. أحرى بك أن تخاف من غضبي. مولاتي، لكنني ما زلت عند اتفاقنا. وهل سأنتظر طويلا؟ إنني أتحين الفرصة المناسبة يا مولاتي، حتى يبدو الأمر وكأنه محاولة انتحار.
وهذا سيجعلك بعيدا عن عقاب المنجد. ليس تماما يا مولاتي، إنني مسؤول عن سلامتها. لا تخف، لسوف أحميك وستكون بمأمن. هيا صرف الآن. أمر مولاتي. إننا نقاتل بوسعيدون، بوسعيدون الذي يستمد قوته من مولاه المنجد، وكراكلا أحد قادة الملك المنجد الذي سلبنا ملكنا. فهل تريدون ذنبا أكبر من هذا كي نقتله؟ إنما قصدت أن ننتظر أيكو. وهل سيتغير شيء عندها؟ نعطي أنفسنا الوقت الكافي كي نفكر بشكل سليم. فحال كراكلا مثير للشك يا مولاي، أين كان يذهب؟ ولم ترك بلاده؟ يجب أن نعرف ذلك قبل أن نقوم بأي عمل. سامحيني أرجوك يا مولاتي. سأرى إذا كان سيدك المنجد سيسامحك عندما يعرف القصة. أنا لم أقصد سوءا يا مولاتي. هيا أخرج، أخرج هيا. لا 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 لم نجده يا مولاي. غرب عن وجهي ولا تعد إلا وكراكلا معك. هيا أمر مولاي. لا شيء يجري مثل ما أريد، وما أشتهيه لا يتحقق. خيل إلي أنني أسمع صوتا يلعنني، وآخر يحرم علي النوم. مولاتي اذهب واتني باللبن. ولكن يا مولاتي. ولكن ماذا؟ لا شيء، سأذهب حالا. إنها مخاطرة. نزولي من الجبل كان مخاطرة أساسا، مخاطرة لا بد منها. لو لم تكن زيارتنا على قدر من الأهمية ما كنت فعلت هذا. الآن وبعد أن انتهينا، ألا تعود إلى رجالك؟
بعد أن اتصلنا بجميع رجالنا عن كثب. نعم هيا. مولاي مولاي مولاي، ما الذي أتى بك؟ مولاتي غافلتني وهربت. غبي غبي، لماذا ذهبت راكدا إلى مولاتها؟ لماذا؟ 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 خفت أن تهرب يا مولاتي. وهذا ما أريده أيها الغبي، أن تختفي من وجودنا وبأي صورة كانت. اهرب عن وجهي أيها الأحمق الغبي، اهرب عن وجهي، اهرب عن وجهي. لست بخير كحال أي إنسان في هذه البلاد، كلنا لسنا بخير. لقد وصلتك رسالتي إذن، ما بالك تصمت؟ أليس لديك جواب؟ لست أدري ماذا أقول. قل ما تشعر به، فأنت لست أمام رجال مولاك المنجد. سيدتي أنت تهينينني بهذا الكلام. ما الذي يبقيك إن لم يكن الخوف؟ وما الذي يبقيك؟ الانتقام. أما أنت فإنه الجبن. هل طلبتني كي تسمعيني مثل هذه الكلمات؟ لا، هناك ما هو أهم. مثل ماذا؟ قتل المنجد.